السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة هذه فيها وصفة من ضمن عدة وصفات اللي مطروحة في قناة جرب وحكم لعلاج فقر الدم، يعني الأنيميا. وصفة سريعة وبسيطة يمكن لكم تعملوها حتى بالنسبة للأطفال اللي عنده الأطفال ديالو مصابين بالأنيميا، يمكن لهم يعملوا لهم هذه الوصفة. هذه وصفة صحية وحققت نتائج جد جد رائعة في علاج فقر الدم. هذه الوصفة هذه المكون الوحيد اللي غنحتاج فيها وهو مكون العنب الجاف، يعني اي نوع ديال الزبيب عندكم يمكن لكم تستعملوه في هذه الوصفه هذه. طريقة ديال استعمال ديال هذه الوصفة طريقة بسيطة. يوميا في المساء نأخذ مقدار 20 حبة من العنب الجاف، او مقدار ملعقة كبيرة من العنب الجاف، نضعها في كأس ماء صالح للشرب كيف ما كتشاهدوا، ثم نتركها مغطاة ليلة كاملة حتى يصبح الخليط في الصبح بإذن الله بهذا الشكل. وفي الصباح بإذن الله نأخذ هذا المحلول ونشرب الماء ونأكل العنب الجاف. وللزيادة في المفعول ديال هذه الوصفة هذه، يريد فاش تحضروا هذه الوصفة في المساء تعملوا أيضا ملعقة صغيرة من عسل النحل الأسود اللي متوفر عنده، عسل النحل الأسود يمكن له يضيفه مع هذه الحبات ديال الزبيب، ويحتفظ بهذا الكأس حتى فترة الصباح، ويتناولوا أول حاجة يتناولوا قبل الفطور، نشربوا هذا الماء هذا ونتناولوا الزبيب. وبهذه الطريقة إلى استمرتوا عليها بشكل يومي، غادي تلاحظوا أحبائي الأعزاء أنكم بديتوا كتخلصوا تدريجيا من فقر الدم، يعني الأنيميا. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هذه الوصفة هذه وتعطيوها للأطفال ديالكم. هي وصفة صحية 100%. وكنتمنى منكم ايضا انكم للمزيد من الوصفات وللمزيد من المعلومات عن فوائد الزيوت وفوائد الاعشاب، المرجو التوجه الى مدونة جرب وحكم. ستجدون دائما الرابط، يعني الروابط الخاصة بالقناة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفات هذه وتعطوني الاراء ديالكم. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله.